الحين 7:30 بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بعناوينها مع منير الحافي. مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: العاصفة ميريام بلغت ذروتها مساء وأرخت بثقلها على لبنان ساحلا وجبلا. من أسباب هذه الأزمة السياسية عدم تطبيق اتفاق الطائف. لقاء تشاوري ماروني في بكركي وتشديد على وجوب تطبيق الدستور نصا وروحا والإسراع في تشكيل الحكومة. مقتل 4 جنود أمريكيين بتفجير انتحاري لداعش في منبج، وواشنطن تتوعده وتؤكد التزامها الانسحاب من سوريا. يا الله، مش وقتك دعاء لسميرة هلأ؟ خلص رح جيب لها الجزدين. تانت وداد، اشتري ببطاقة بلوم بس ادفعي بالنقط يلي مجمعتيهم. بس تشتري غراض من الانترنت فيكي ما تستعملي مصرياتك، بتقدري عبر الإبلوم تحصل على الغراض اللي بدك ياهن من خلال الجولدن بوينتس اللي مجمعتيهم. خي بيضنا وجهنا مع سميرة وما دفعنا ولا ليرة. إبلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. يقف لبنان على بعد ساعات من انطلاق فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، التي ستبدأ غدا وبعد غد باجتماعات تحضيرية في فندق فينيسيا، على أن تتوج باجتماع القمة الرسمي يوم الأحد المقبل عند الواجهة البحرية لبيروت. التحضيرات للقمة لم تخطف الأضواء من لقاء الأربعاء الماروني في بكركي، الذي رعاه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، معتبرا أن أحد الأسباب الأزمة السياسية هو عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور المعدل بموجبه بنصهما وروحهما، بل أدخلت أعراف وممارسات مخالفة لهما، مما جعل المؤسسات الدستورية ملكا للطوائف لا للدولة. وسط العواصف السياسية المتنقلة، بلغت العاصفة ميريام ذروتها مساء اليوم فأرخت بثقلها على لبنان ساحلا وجبلا بشكل فاق التوقعات في بعض المناطق. البداية من العاصفة ميريام التي أرخت بثقلها على لبنان ساحلا وجبلا، على أن تزداد قوتها في الساعات المقبلة. وللاطلاع على أوضاع العاصفة ينضم إلينا من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي مراسلنا أيسر نور الدين. أيسر، إذن ما هي أخبار ميريام العاصفة؟ نعم منير، يمكن القول أن ملامح العاصفة ميريام ظهرت جليا اليوم من خلال الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح الشديدة، إضافة إلى الأمواج العالية التي ضربت المناطق الساحلية. مصلحة الأرصاد الجوية كانت توقعت أن تلامس الثلوج ارتفاع 500 متر. ولمعرفة التفاصيل أكثر حول هذه العاصفة، معي إلى جانبي السيدة جوسلين أبو فارس، رئيسة القسم التقديرات العلوية. يعني يعطيك العافية، إذا بتخبرينا رح نشوف اليوم ثلوج على ارتفاع 500 متر؟ بإذن الله نحن الثلوج رح تلامس 600، ببعض الأماكن رح يمكن ينزل التلج دون 600 بس بيكون تلج مائع. لحديت هلأ الثلوج تساقطت على 700 متر، والحرارة على انخفاض، يعني رح تسجل حرارة دنيا من بعد نص ليل، فهذا الشيء أكيد رح تلامس 600 وما دون ببعض المناطق. يعني اليوم كانوا العالم كمان عم يتساءلوا أنه ليش تأخرت شوي العاصفة، إذا فيك تفسري لنا. مظبوط، سيطرة الرياح الجنوبية الدافية هيد اللي حملت شوية غبار فترة الصباحية، واللي بلشت بالغبار من مبارح بالمناطق ببلدة فلسطين بفلسطين وجنوب لبنان، ظلت مسيطرة لحدود 8 الصبح. هذا الشيء كان عم يمنع، قد ما كانت الرياح شديدة عم تمنع الأمطار تتساقط وتلامس الأرض. أول ما عم تنزل نقطة المي يا عم تتبخر يا عم تصغر، فمجرد ما برم الهواء وصار جنوبي غربي تساقطت الأمطار. بالنسبة للمرحلة المقبلة، يعني أمتى حتنحصر كليا العاصفة؟ العاصفة بتستمر ذروتها الليلة، صباح بكرة بتصير خفيفة وبلش تنحسر، اعتبارا من 10 الصبح بتكون انحسرت بأغلب المناطق اللبنانية. بس في عنا احتمال ليلة الخميس الجمعة، يعني
تتساقط أمطار خفيفة ردة فعل أو بالأحرى مفعول رجعي لأمطار ببعض المناطق وثلوج حتى بس أعلى. يعني نحن اليوم إذا تساقط الثلج على 600 بكرة المساء بيتساقط على 1000 متر. هلا بيقدر يبين معنا من هلا إذا في شيء عاصفة جديدة قادمة على لبنان أو بعد؟ لحديت هلا ما في شيء بالاجواء. من هلا للاحد بتسيطر رياح شماليه بتسحب في تقلب بالطقس ممكن نهار الاثنين او ثلاثه بس بعده مش واضح. شكرا شكرا لك. اذا منير هذه هي الاجواء ويبقى على الجميع اخذ احتياطاتهم خصوصا في الاعالي بالاخص يعني من اجل تحسبا للجليد. منير شكرا ايسر لك ولضيفتك الكريمه. وللاطلاع على أوضاع الطرقات ساحلا وجبلا تنضم إلينا من غرفة التحكم المروري مراسلتنا ريم تقي الدين. ريم، ما هي أهم الطرقات أو أبرز الطرقات المقطوعة والطرقات السالكة هذه الليلة؟ نعم لينا، نحن الآن في غرفة التحكم المروري لمواكبة العاصفة نورما التي تضرب لبنان والتي بدأت فجر هذا اليوم. هذه العاصفة أرغمت الكثير من المواطنين على ملازمة منازلهم بسبب تراكم الثلوج ابتداء من 1000 متر، ومن المتوقع أن تشتد هذه العاصفة ليلا وتشتد الرياح وهناك تخوف من تكون طبقات من الجليد. العاصفة ضربت جميع الأراضي اللبنانية من الجنوب إلى الشمال وحتى البقاع، وفي البقاع قطعت طرقات بعلبك الهرمل وعرسال وإضافة إلى طريق دهر البيدر التي ما زالت مقطوعة حتى الآن، وكذلك غمرت السيول بعض الطرقات في المدن الجنوبية. ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن حال الطرقات معي الآن أسامة خيامة من غرفة التحكم المروري. أسامة، شو هي الطرقات يلي كانت مقطوعة اليوم؟ نعم، في طرقات جبلية نتيجة تراكم الثلوج بسبب العاصفة كانت اليوم عم تنقطع. أبرزها كان طريق دهر البيدر، طريق ترشيش زحلي، مراكز التزلج بكفر دبيان، طريق صنين زحلي، طريق كفر دبيان حدث بعلبك، طريق جرد مربين الهرمل. هذه الطرقات مقطوعة كاملا يعني بسبب تراكم الثلوج عليها. في عنا طرقات أخرى سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية. أبرزها عنا طريق بشري حصرون حدث الجبة، طريق روم كفرحونة، طريق بتلون عين حالتها الباروك، طريق اهدن، طريق حاسبية شبعة الهبارية. هذه الطرقات سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية. يذكر ايضا انه ببعض المناطق نتيجة تساقط الامطار الهائلة كان عم يصير في تجمع للمياه، ابرزها طريق البابلية انصار، طريق ابو الاسود الزريرية، طريق العقبية البيسرية، وأيضا طريق نهر الأسمية كان عم يشهد تجمع للمياه. ببلدة عرمتة الجنوبية على مثلث بلدة عرمتة صار في انهيار أتربة وصخور على الطريق العام، وفي فرق معنية طلعت لتشوف المسألة. شو تسجل حوادث اليوم جراء هيدا العام؟ يعني في 4 حوادث وللأسف في 5 جرحى. يعني نحن بنتمنى على المواطنين توخي الحذر والقيادة بالبطء وببطء والالتزام بتعاليم عناصر قوى الأمن الداخلي، ويفضل إذا ما كانوا مضطرين أنه يلزموا منازلهم خصوصي السكان المناطق اللي على المرتفعات. يعني شكرا لك. إذن هذه هي حال الطرقات في ظل هذه العاصفة ميريام التي تضرب لبنان، ويبقى على المواطنين الالتزام بالإرشادات بإرشادات القوى الأمنية التي تعمل على فتح الطرقات ومواكبة هذه العاصفة من أجل السلامة العامة. لينا شكرا ريم. نعمة الأمطار خلفت مأساة في محلة العقبية في صيدا وتحولت إلى نقمة في غالبية المناطق. لم تكد تبلغ العاصفة ميريام ذروتها حتى حلت مأساة جديدة على عائلة السوري عبد الرزاق العزو في منطقة الزهراني، حيث جرفت السيول ابنه وابنته عبر قناة مياه باتجاه البحر في محلة العقبية قضاء صيدا.
وعلى الأثر حضرت إلى المكان عناصر من الجيش اللبناني وبوشرت عمليات البحث عن الشقيقين، حيث تم العثور على جثة الطفلة، فيما يستمر البحث عن جثة الابن. وين عم يقولوا على البنت وقعت هون؟ لحقها خيي. لحقها خيي وراحوا اثنين. ما بنعرف اثنين راحوا. قام هي واقفة عن النص وبعيد عنها أنا شي مترين بعيد عنها وهي كامشة الشباك وتسلط الصيحة الصيحة كلها نزلت لعندي أخوها مهر زت وراها زت حاله وراها. العاصفة مريم بسطت سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية من الجنوب حتى الشمال والبقاع، وقد اجتاحت الرياح العاتية كورنيش مدينة صيدا. في منطقة سان سيمون انتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر كميات كبيرة من النفايات تطفو على سطح البحر وتدخل إلى بعض المنازل السكنية القريبة من الشاطئ، فيما غمرت مياه الأمطار سوق سور التجاري، وقطعت طريق أنصار البابلية قرب النبطية، وغرقت بعض السيارات بالسيول. أما في بلدات العرقوب وشبعة وجبل الشيخ فتساقطت الثلوج مصحوبة بضباب كثيف، كذلك في بلدات المتن وعليه. كما أقفلت معظم الطرقات الجبلية في عينات الأرز اليمونة وعرسال، ويشار إلى أن هذه العاصفة في محافظة البقاع وبعلبك الهرمل فاقت التوقعات. بيروت وضواحيها كان لها نصيبها من بصمات العاصفة مريم، من تقرير أيسر نور الدين. بدأت بصمات العاصفة مريم تظهر جليا برا وبحرا وجوا، إلا أن هذه الأجواء لم تمنع عددا من الأشخاص من ممارسة هواياتهم، ومن ضمنهم هذا الصياد الذي فضل عدم إظهار وجهه. هو بهالأجواء بيطلع سمك. بهالأجواء بيطلع سمك. قد ايش صرت مصيد؟ يعني كيلو حالي كيلو تقريبا. وهنا من انتهز الفرصة ليجسد هذه اللحظة العاصفة بصورة سيلفي. كيف شايفين هالأجواء العاصفة؟ لا حلوة. البعض وجد العاصفة طبيعية، أما البعض الآخر فاعتبرها أشد قساوة من التي سبقتها. شايفة أقل من ما كانوا عم يحكوا عنها، يعني لأنه هيك منيحة ما لنا قوية كتير. يعني هذا جو لبنان الطبيعي بالشتوية، يعني ما بعرف ليه بيستغرب العالم. هوا برد عاصفة غريبة وقوية كتير كتير كتير، يعني أقوى من قبل. هلا العاصفة حلوة كتر خير الله، يعني منيحة، بس بنفس الوقت في ناس نزلت منها كتير. يعني العاصفة مريم لم تلقي بأضرارها على الطرقات فحسب، لكنها طالت أيضا بعض المحال التجارية. يتأثر المبيع بهيدا الطقس على طول كتير، يعني أو عادي يعني ما تفتكر كتير قاعدين بدنا ما لازم نقلها كانون نار وكسنة، ما في حدا ما في دومرة. لا أكيد، يعني شو نحنا مثل البشر مثل ما العالم، يعني تنضب على بيوتها وهي هي. ويبقى على المواطنين أخذ احتياطاتهم جيدا تحسبا لأي طارئ. من المنتظر أن تبلغ العاصفة مريم ذروتها مساء اليوم، حيث من المتوقع أن تتساقط الثلوج على ارتفاع 500 متر لتبدأ العاصفة بالانحسار ابتداء من نهار غد الخميس. أيسر نور الدين، تلفزيون المستقبل. تربويا، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادي إعادة فتح المدارس والثانويات والمهنيات وعودتها إلى العمل في شكل طبيعي صباح غد الخميس في كافة المناطق. وترك حمادي لكل مدير مدرسة في المناطق المرتفعة والنائية تقدير الوضع في محيط المدرسة لجهة حال الطرق وسلامة الوصول إليها. في بكركي لقاء تشاوري حضرته 33 شخصية مارونية من أصل 36 مدعوة، والبيان الختامي يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة المنتجة. تقرير مها حطيت. لم يخالف البيان الختامي للقاء رؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة ما كان متوقعا، فالاصطفافات السياسية بين القوى المسيحية باتت واضحة ومعروفة. اللقاء استهل بكلمة للبطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي، كانت بمثابة جدول أعمال تطرقت إلى أكثر من ملف من الوضعين الاقتصادي والمالي وصولا إلى أزمة النازحين السوريين مرورا بالأزمة السياسية الراهنة. من أسباب هذه الأزمة السياسية عدم تطبيق اتفاق الطائف والدستور المعدل بموجبه بنصهما وروحهما لأكثر من سبب داخلي وخارجي، بل أدخلت أعراف وممارسات مخالفة لهما
وسواها مما جعل من المؤسسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة. ونشأت مخاوف حيال ما يطرح في السر وفي العلن عن تغيير في النظام والهوية، وعن مؤتمر تأسيسي، وعن مثالثة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك. بعدها بدأت مداخلات النواب بعيدا عن الإعلام، إلا أن تسريبات من داخل الجلسة أشارت إلى كلام حاد النبرة من رئيس تيار المرد سليمان الفرنجي، الذي قال: لم نأتي إلى هنا لدعم الثلث المعطل لرئيس الجمهورية. ليرد نواب التيار الوطني الحر بالقول: لم نطلب دعما من أحد، وهذا حق لنا بحسب نتائج الانتخابات النيابية. إلا أن النواب وبعد مغادرتهم رفضوا وصف ما حصل بالسجال، معتبرين أنه من حق كل طرف أن يعبر عن موقفه. كل واحد حكي عن موقفه بالموضوع ولخل الأهمية اللقاء، أنه كان لقاء صريح، وهذه اللقاءات عمليا من 4 حيطان صريحة، وكل واحد بيحكي فيها يلي وجهة نظر، وفي شيء له علاقة بالمشكلة العامة، وفي شيء له علاقة بالنقاش حول الحكومة. ليش أعلن سليمان الفرنجي رفضه ثلث المعطل؟ ما صار في سجلات ثانية، هذه كلها أخبار غلط. صار في نقاش عادي، ما صار في سجلات بين حدا، كل واحد أخذ دوره بدوره وحكي رأيه. وبعد الانتهاء من الاجتماع تألفت لجنة لصياغة البيان الختامي مؤلفة من إبراهيم كنعان، جورج عدوان، سامي جميل، إصطفان دويهي، فريد الخازن، هادي حبيش، وبحضور المطران سمير مظلوم. وجوب تطبيق الدستور نصا وروحا، ورفض تحويل أي استباحة له إلى عرف جديد، واعتبار المؤسسات الدستورية الإطار الوحيد لمناقشة الأزمات السياسية وحلها، ورفض جميع الأساليب التي تهدد بالانقلاب على الدولة أو السطو على قرارها. دعوة إلى الإسراع بتشكيل حكومة وفق الدستور وآلياته تكون منتجة وتشكل حافزا لدى المجتمع الدولي لمساندة لبنان، والتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف اللذين أناط بهما الدستور عملية التأليف، حتى لا يبقى لبنان عرضة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تقرر تنظيم وتنسيق أطر وآليات لمواجهة التحديات عبر تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الكتل النيابية المشاركة في اللقاء، تباشر أعمالها فورا لاستكمال البحث في النقاط التي طرحت، على أن تعقد اجتماعات موسعة لاحقا في ضوء نتائج عملها. أبدى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أسفه لغياب الوفد الليبي عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، معتبرا أن العلاقة مع الأشقاء لابد أن تعلو فوق أي إساءة. وأمل الحريري في كلمة أمام منتدى القطاع الخاص العربي في أن تكون القمة ناجحة، وأن ينتج عنها توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي في كل الدول العربية. وهذه مناسبة ليعبر عن أسف الشديد لغياب الوفد الليبي عن هذا الاجتماع، وليؤكد على أن العلاقة بين الأشقاء لابد أن تعلو فوق أي إساءات. نأمل أن ينتج عن هذه القمة توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي في كافة دولنا. يعني أنا برأيي أنه نحن دائماً منكرر كثير من الكلام، ويجب علينا أنه نشتغل سويا لحتى نحول هذا الكلام لأفعال. الناس بدها مننا أنه نشتغل ونعمل. يعني مثلا نحن بلبنان عندنا قوانين معمولة من 50-60 سنة، وأظن كمان في كثير دول عربية عندها نفس القوانين. أنا الأوان أنه نطورها، أنا الأوان أنه نحن كلنا نشتغل مع بعض حتى يصير فعلا عم نتطلع على مصلحة المواطن العربي، ونعطيه كل التسهيلات لحتى يقدر يشتغل بهالعالم العربي.
ونشيل كل الحدود اللي هي فعلا مش حدود بين دولنا العربية، لحتى هذا المواطن العربي يقدر يعمل هذه، يقوم بهذا التجارة والعلم والصناعة بين كل هالدول العربية. حكينا فيها كتير ونحكى فيها كتير بالعالم العربي، ولكن ما أنا الأوان أنه نحن نعملها. يعني مش كفانا أنه نحن نطلق نظريات ونبلش نشتغل على الأرض. دور المرأة بالعالم العربي هي نصف العالم العربي، ولكن شو بتمثله بالسياسة؟ شو بتمثله بالاقتصاد؟ وهذا الشيء أنا رأيي أنه اقتصادنا ما ممكن أنه يكتمل إذا المرأة العربية ما بتشارك بكل القطاعات بالدولة، إن كان بالسياسة ولا إن كان بالاقتصاد ولا إن كان بأي قطاع بهذا بالعالم. وبالنسبة لإلي، يعني أنا مش هأرجع عيد لأنه خطابي كان كتير يعني قريب لخطاب رائد، مع أظني عم تتجسس علي أنت ولا شيء، يمكن لأنه التقارب العونة المستقبل. ف وأظن هذا التقارب مجنن كثير ناس، فيلا الله يعيننا نتحمل. الرئيس نبيه بري يرد على الرئيس سعد الحريري بالقول إن شبابنا يقومون بالواجب ولا ينتظرون تحالفا أو تفاهما مع أحد مهما على شأنه. في بيانين قبل لقاء الأربعاء وبعده، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفين: الأول من غياب ليبيا عن القمة الاقتصادية، والثاني حول العلاقة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. ففيما خص الأول، أسف الرئيس بري ليس لغياب الوفد الليبي بل لغياب الوفد اللبناني عن الإساءة الأم منذ أكثر من 4 عقود إلى لبنان، كل لبنان كما قال. أما حول كلام الرئيس الحريري عن أن التقارب بين تياره والتيار الوطني الحر مجنن كتير عالم، توجه بري للحريري بالقول إن هذا الادعاء ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، وبالعكس من هذا تماما، فإن من مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين أن يكون هناك تقارب بين كل القوى والتيارات السياسية اللبنانية. وأضاف الرئيس بري: أما فيما يخصنا نحن تحديدا كحركة أمل، فأنه لم يخلو موقف لنا أو تصريح أو خطاب من ضرورة الوحدة والتقارب بين كل مكونات الوطن والنسيج اللبناني، ولكن عندما نشعر بأن هذا التقارب هو على حسابنا وحساب حقوقنا وقضايانا المقدسة كقضية الإمام الصدر، فأن شبابنا يقومون بالواجب ولا ينتظرون لا تحالفا ولا تفاهما مع أحد مهما على أو دنا شأنه على الإطلاق. بالعودة إلى لقاء الأربعاء النيابي الذي غاب عنه نواب المستقبل والتيار الوطني الحر، فأن الرئيس بري شرح خلاله ملابسات المشاركة الليبية، فأكد أنه حاول تدارك الأمور من خلال لقاءات أجراها الوزير علي حسن خليل مع عون والحريري لكن دون جدوى. الرئيس بري توقف خلال اللقاء عند كلمة البطريرك ماربشارة بطرس الراعي، متمنيا أن يستخلص اللقاء من الكلمة النتائج لمصلحة لبنان واللبنانيين. وكما في كل لقاء أربعاء لم يغب موضوع تشكيل الحكومة عن النقاش، وأيضا شدد دولة الرئيس على ضرورة إلى الوضع الحكومي الاهتمام اللازم، لأننا بأمس الحاجة إلى حكومة، ويكفينا سياسة النكد والمراوحة في هذا المجال. وشدد أيضا على ضرورة إلى الموازنة الاهتمام الكامل. وعن لقائه مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، قالت مصادر للمجتمعين إن الأخير لم يذكر حزب الله بل إيران، وأن الرئيس بري مازحه حول الوضع الحكومي في لبنان بالقول: نحن وأنتم بلا حكومة. وأكد دولة الرئيس نبيه بري على موقفه فيما يتعلق بضرورة وضع الملف البري والبحري سواسية على الطاولة مع اللجنة الثلاثية، وحين يتم التفاهم على كامل هذه الملفات حينها يتم تنفيذ ما تم التفاهم عليه. الرئيس بري ترأس بعد لقاء الأربعاء اجتماعا لكتلة التحرير والتنمية التي استنكرت الاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا وبحرا، من دون إغفال توجيه الشكر لكل من وقف بجانب حركة أمل في دفاعها عن كرامة لبنان. وفي قصر بعبدة تابع رئيس الجمهورية ميشيل عون التحضيرات للقمة الاقتصادية،
وتسلم رسالة اعتذار من عباس عن عدم حضورها. تابع رئيس الجمهورية ميشيل عون التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ فعالياتها الخميس في فندق فينيسيا. وفي هذا الإطار استقبل الرئيس عون عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزام الأحمد على رأس وفد رفيع المستوى. ونقل الأحمد إلى الرئيس عون رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمنها تحياته وتقديره للمواقف التي يتخذها الرئيس عون دفاعا عن القضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس عباس عن اعتذاره عن عدم تمكنه من حضور القمة العربية نظرا لوجوده في نيويورك، وقد كلف رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله ترأس وفد فلسطين إلى القمة. كما عرض الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عددا من الشؤون القضائية بالإضافة إلى عمل النيابات العامة. من جهته غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا آخر ساعة إن أمانة الجامعة العربية اقترحت على لبنان دعوة الملك لويس الرابع عشر لحضور القمة، الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا في الأوساط الرسمية. وفي تغريدة لاحقة قال جنبلاط: لقد علمت مصادرنا بأن جان باتيست كولبير وزير المالية لدى لويس الرابع عشر سيكون في عداد الوفد، وهذا مهم جدا كي يطلع المسؤولون كيف خلق كولبير ونمى الصناعات الوطنية وحماها من المضاربة وجعل من فرنسا قوة اقتصادية كبرى. إن وجوده مهم قبل مؤتمر سادر أعتقد. السفير الإماراتي في لبنان حمد سعيد الشمسي أعرب عن تفاؤله بنتائج القمة ونجاحها، مؤكدا أن الوضع الأمني والسياسي في لبنان مستقر، وأن توقيت انعقاد القمة يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة. توقيت جدا مناسب، القمة العربية في لبنان راح تظهر إن شاء الله بنتائج إيجابية للبنان وللدول العربية. فيما يخص التنظيم فنعمل مع القصر الجمهوري تنظيم على مستوى عالي. المشاركة أو الجمعة العربية الاقتصادية في لبنان في ظروف اقتصادية صعبة تمر فيها المنطقة شيء جيد، وأنا متفائل فيها خير. ما أطلب المحبين لهذا البلد عدم إظهار الصورة السلبية للدول الخارجية سواء كانت خليجية أو عربية، نظهر الصورة الحقيقية ما نبالغ فيها، لكن الصورة اللي تظهر للعالم صورة غير حقيقية عن لبنان. الأمور مستقرة وما في شيء مزعج، لو في شيء مزعج نحن راح نطلب من حكوماتنا، راح نطلب من بلداننا ما ترسل وفود. ترأس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في بيت الوسط الاجتماع المالي الدوري بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي وعدد من المستشارين. تخلل الاجتماع متابعة الأوضاع المالية في البلاد والتنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان. النشرة بعد الفاصل. سلامي يقول لا علاقة بين وضع الليرة والقرار المتعلق بتحويل الأموال. مذكرة تفاهم لمواجهة الحوادث الناجمة عن المواد الكيميائية. أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لتلفزيون المستقبل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ قوات الطوارئ الدولية عن وجود نفق قبال بلدة راميا الحدودية، وأن اليونيفيل بدورها أعلمت الجيش اللبناني بذلك. وفيما يتعلق باجتياز أحد الأشخاص الخط الأزرق ودخوله إلى عيت الشعب مساء أمس، قال تيننتي أن اليونيفيل لم يتمكن من معرفة صحة هذه الواقعة. افتتح منتدى القطاع الخاص العربي أعماله في بيروت، فأكد المشاركون على ضرورة استفادة القطاع الخاص من مشاريع سدر، فيما اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن القرار المتعلق بتحويل الأموال لا علاقة له إطلاقا بوضع الليرة اللبنانية. تقرير محمد حمادي. في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعصف بلبنان، جدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي تأكيده على أن الهدف يتمثل دائما في تحقيق استقرار سعر صرف الليرة. للعام 2019 أهدافنا راح تكون دائما
دائما لاستقرار سعر صرف الليرة، كما انه مصرف لبنان رح يضل سهران على الامتثال. كما وركزت الكلمات على مشاريع القطاع الخاص المرتقبة. إن القمة التنموية العربية تأتي في ظل متغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية العالمية، وفي ظل أوضاع اقتصادية مقلقة عالميا وبالغة الصعوبة عالميا. أكد العرب إنه لبنان مهما كان يبقى بلد للعمل العربي المشترك، بلد الحوار، وبلد المشاركة الفعالة بكل عمل اقتصادي وسياسي مشترك. نحن اليوم عندنا مشكلة كبيرة هي النزوح السوري وعبئه على لبنان، وبنفس الوقت عندنا فرصة إعادة عمار سوريا. الاقتصاد لحاله ما بيمشي عن فرض إجر، نحن التحييد هو بيرجع بأملنا الازدهار الاقتصادي وبيخلي بلدنا بعيدة عن الصراعات والأزمات، وهذا المطلوب. إن شاء الله الحكومات والرؤساء اللي حيجتمعون إن شاء الله يوم الأحد يأخذون بالتوصيات اللي حتطلع اليوم، يعني بكرة التوصيات. المهم يكون هناك دور للقطاع الخاص، هذا أهم شيء. وطبعا كما قال دولة الرئيس سعد الحريري، دور المرأة هذا أهم شيء إحنا بالنسبة لنا كوجود المرأة. وفي الختام وزعت دروع تقديرية على بعض رعاة المؤتمر. في بيت الوسط استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري السفير الجزائري في لبنان أحمد بوزيان، وعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك التقى الحريري النائب السابق خالد الظاهر وعرض معه الأوضاع العامة ومطالب عكارية. وزير الدفاع الأسترالي للمرة الأولى في لبنان ويجول على الرؤساء الثلاثة مؤكدا دعم بلاده الدائم للبنان. زيارة رسمية هي الأولى لوزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين إلى لبنان، جال خلالها على الرؤساء الثلاثة. باين وخلال لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة أكد على مواصلة دعم بلاده للجيش اللبناني لجهة التدريب والتجهيز، في حين نوه عون بعلاقات الصداقة التي تربط بين لبنان وأستراليا وبالتعاون القائم بين البلدين في مجالات عدة. وعرض عون لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين الداعي إلى عودتهم الآمنة إلى بلدهم من دون ربط تلك العودة بالحل السياسي، ومتمنيا دعم أستراليا للمبادرة التي أطلقها لبنان لإنشاء أكاديمية الإنسان للطلاق والحوار بالتعاون مع الأمم المتحدة. في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدفاع الأسترالي على رأس وفد عسكري، حيث جدد باين تأكيده على علاقة أستراليا القوية مع الجيش اللبناني في محاربة داعش والإرهاب، وقال: نحن نقدم المساعدات المالية والإنسانية للنازحين في لبنان نتيجة الحرب في سوريا، وسعداء لمشاركتنا في قوات اليونيفيل في الجنوب. وفي بيت الوسط التقى باين والوفد المرافق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حضور سفيرة أستراليا ريبيكا جراندلاي، وعرض معه مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تم البحث خلاله بموضوع مدينة القدس الشريف، واستعرض الإجراءات المشتركة التي يمكن اتخاذها مع بعض الدول لثنيها عن فتح سفارات لها فيها واعترافها بها كعاصمة لإسرائيل، كما تم التطرق إلى شؤون المنطقة ومن ضمنها سوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. مذكرة تفاهم بين رئاسة مجلس الوزراء والجامعة الأمريكية لمواجهة الحوادث الناجمة عن المواد الكيماوية. مذكرة تفاهم مشتركة حول تعزيز القدرات الطبية لإدارة ومواجهة الحوادث الناجمة عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تم توقيعها في السراي الحكومي بين رئاسة مجلس الوزراء والمركز الطبي في الجامعة الأمريكية. الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل أكد أن التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تقنية ودقيقة تمثل حاجة للبلد. أنشأ دولة رئيس مجلس الوزراء منذ شهرين الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBRN، وإدارة مواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل للتنسيق والتعاون فيما بينها وفق مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها المختلفة في سياسة
في سياسات واستراتيجيات للحد من مخاطر المواد CBRN. من جهته اعتبر عميد كلية الطب في الجامعة الأمريكية محمد الصايغ أن من شأن هذه الشراكة أن ترفع مستوى الصحة العامة. رؤية تتلاقى مع رؤية مجلس الوزراء تجاه حق المواطن بالحصول على استشفاء متقدم وبناء القدرات الطبية بما يتماشى مع مستويات العالمية. نحن ملتزمون من خلال هذه الرؤية بالانفتاح على شراكات استراتيجية محلية وعالمية تخدم شعب لبنان والمنطقة. وشكر المشاركون الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع إعداد الكوادر البشرية وإنشاء مركز للتدريب في مجالات الرد الطبي. بدعوة من السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وقع الدكتور خالد أحمد تقي كتابه الجديد عن المملكة في السفارة السعودية في بيروت. التغيرات والتحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتطور الجيل السعودي الجديد الذي يتطلع إلى تحقيق الرؤية 2030 جسدها الكاتب الدكتور خالد أحمد تقي في كتابه تحت عنوان المملكة العربية السعودية الجديدة. بحضور إعلامي ودبلوماسي وقع تقي كتابه في السفارة السعودية، وبحضور السفير السعودي وليد البخاري الذي هنأه للمناسبة. لما شفت أنا تطور من بعد استلام الحكم من قبل الملك سلمان حفظه الله، واجا بعدين كمان طبعا ولي العهد محمد بن سلمان بيمثل الجيل الجديد. فانا لما شفت التغييرات اللي عم بتصير بالمملكه قلت شيء يعني كثير بيفتح القلب. ان شاء الله كلهم يقروا وينبسطوا فيه، لانه كتاب ما له سياسه، كتاب هو تطوير موارد بشريه. السياحه في السعوديه واحده من المواضيع التي يتناولها الكتاب، بالاضافه الى دخول للمرأة السعودية إلى سوق العمل، كما يركز الكتاب على أهداف رؤية 2030 والتغيرات التي تسببها بالأخص مدينة نيوم الاقتصادية. التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكوز رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، وتناولت معها مشاريع القوانين المتعلقة بالنساء التي أعدتها الهيئة والمواضيع التربوية المختلفة المطروحة أمام لجنة التربية في البرلمان. وقد تم تبادل الأفكار حول السبل الكفيلة لتعزيز أوضاع المرأة اللبنانية على كافة الأصعدة، خصوصا في المجال التربوي. تابعونا في المسائية بعد الفاصل. عمان تستضيف اجتماعات لجنة تبادل الأسرى اليمنية. ومجلس العموم البريطاني يرفض خطة البريكسيت. أهلا بكم من جديد. 15 قتيلا على الأقل، بينهم 4 جنود أمريكيين وعشرات الجرحى، حصيلة الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش في مدينة منبج. هذه اللحظات الأولى للتفجير الانتحاري الذي استهدف اجتماعا يضم جنودا أمريكيين وعناصر من قوى سوريا الديمقراطية في مدينة منبج بريف حلب الشمالي، بحسب ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان. ووفق الحصيلة التي كشفت عنها واشنطن، فقد بلغ عدد قتلى جنودها 4 وأصيب 3 آخرون، بينما أفيد عن وقوع 9 قتلى آخرين وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين والوحدات الكردية. وسريعا ما تدخلت المروحيات العسكرية الأمريكية إلى جانب فرق الإسعاف لإجلاء الجرحى من مسرح التفجير الذي تبناه تنظيم داعش. وفي الإطار ظلت الأنباء المتضاربة حول سياق الاستهداف، فقد كشفت مصادر صحفية أن المطعم الذي وقع بداخله الانفجار يرتاده الجنود الأمريكيون بشكل دوري، بينما تحدثت أخرى عن استهداف دورية أمريكية أثناء مرورها. وفي معرض تعليقه على تفجير منبج قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه بحسب المعلومات الواردة فقد قتل 5 جنود أمريكيين، متوقعا ألا يؤثر هذا الحادث الإرهابي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى عزمه الانسحاب من سوريا، كما توعد إردوغان بمواصلة تضييق الخناق على داعش. إلى ذلك، رفض أكراد سوريا بشكل قاطع المنطقة الآمنة المقترحة بين الرئيسين الأمريكي والتركي، فيما أعلنت إيران أنها ستبقي وجودها العسكري في سوريا. تزامن ذلك مع إعلان الكرملين عن عقد قمة روسية تركية في 23 من الشهر الجاري، على أن تعقبها قمة ثلاثية بحضور إيران.
في أول رد على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تنظر إلى إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، عبر أكراد سوريا عن رفضهم القاطع لهذا المقترح الذي أعاد طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال القيادي الكردي الدار خليل إنه يمكن رسم خط فاصل بين تركيا وشمال سوريا عبر استخدام قوات من الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام أو الضغط على تركيا لعدم القيام بمهاجمة مناطقنا. وأضاف أما الخيارات الأخرى فلا يمكن القبول بها لأنها تمس سيادة سوريا وسيادة إدارتنا الذاتية. وتقاطع الموقف الكردي مع موقف روسي أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال معلقا على المنطقة الآمنة بأن الجيش السوري هو من يجب أن يسيطر على شمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تدعم إنشاء تحالف دولي شامل ضد الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة. هذا وكشفت صحيفة حريات التركية عن مصادر مطلعة أن عمق المنطقة الآمنة يبلغ ما بين 30 و35 كيلومترا وفق خطة كانت قد طرحت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم يتطرق لها. وقال الرئيس التركي أنه سيلتقي نظيره الروسي في 23 من الشهر الحالي على الأرجح لبحث الأمر ذاته. في غضون ذلك أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا في تحدي للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تخرج من هناك. ووصف الجنرال محمد علي جعفري تهديدات بنيامين نتنياهو بالمضحكة والمثيرة للسخرية، محذرا إياه من اللعب بذيل الأسد على حد تعبيره. نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجود طلب أمريكي للعراق بتجميد ميليشيات وسحب السلاح منها، مشددا على أن هذا الملف عراقي بحت. وأكد عبد المهدي أن الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح، نفيا أيضا أنباء تناولتها وسائل إعلام محلية عن وجود زيادة في أعداد القوات الأجنبية في العراق. وكانت مصادر أفادت بأن بغداد تسلمت لائحة بأسماء الميليشيات التي طلبت واشنطن تجميدها وسحب السلاح منها. تستضيف العاصمة الأردنية عمان اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنية، فيما يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني من أجل نشر مراقبين أمميين في الحديدة. طريق الحل السياسي في اليمن لا يزال طويلا، لكنه عاد وشق مساره في عمان بعد ستوكهولم. فبرعاية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها مارتن جريفيث انطلقت في المملكة الأردنية اجتماعات لجنة الاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنية بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي. وفيما وجه جريفيث شكره لعمان على استضافتها الاجتماع ودعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن، كشف رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين عن الحكومة اليمنية أن أول اجتماعات اللجنة ستبدأ مساء الأربعاء بحضور ممثلين عن الصليب الأحمر، في وقت وجه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بالتفاعل الإيجابي مع هذا الملف كونه الأكثر إنسانية. وفي الإطار يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا ويسمح بنشر ما يصل إلى 75 مراقبا. وتوقعت مصادر دبلوماسية أممية أن يوافق المجلس على مشروع القرار، إذ من المقرر أن يتم إرسال مراقبين إلى مدينة الحديدة ومينائها إضافة إلى ميناء السليف ورأس عيسى. في هزيمة وصفت بأنها الأكبر التي تتعرض لها حكومة بريطانيا في التاريخ، صوت مجلس العموم البريطاني برفض خطة البريكزيت للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية 432 نائبا مقابل موافقة 202. واعتبر زعيم المعارضة البريطانية أن التصويت يشكل هزيمة كارثية لحكومة تيريزا ماي، معلنا التقدم بمشروع قرار لحجب الثقة عنها. وردت رئيسة الوزراء بإعلان تمسكها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من أذار المقبل. في المقابل أبدى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أسفه لنتيجة هذا التصويت. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بتشكيل تهديد صاروخي بعد تحديها تحذيراته ومضيها قدما في محاولة وضع قمر صناعي في المدار باءت بالفشل. وكرر بومبيو اتهامه إيران بخرق القرار الدولي دعما للاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى والذي خرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية، ورأى أن عملية إطلاق الصاروخ تظهر مرة جديدة أن إيران تسعى للتمتع بقدرات صاروخية متطورة تشكل تهديدا لأوروبا والشرق الأوسط، معتبرا أن إيران عززت قدرتها على بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات.
أعلن الرئيس الكيني القضاء على جميع المتورطين في الهجوم على الفندق في نيروبي وانتهاء العملية الأمنية. وأدى هجوم شنه متطرفون على مجمع يضم فنادق ومكاتب في نيروبي إلى مقتل 15 شخصا وفق الشرطة الكينية. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن مقتل مواطن من بلاده في ذلك الهجوم، فيما ذكر أحد العمال في مشرحة نيروبي أن بين الضحايا سائحا بريطانيا أيضا. اجتمع مئات الأشخاص على ضفاف نهر في ولاية نيويورك الأمريكية لمشاهدة لحظات تاريخية تكمن في تفجير بقايا جسر قديم. جرت عملية التفجير وسط طقس بارد وبواسطة كميات كبيرة من المتفجرات التي حولت الجسر خلال لحظات إلى ركام غرقت في النهر، فيما بقي الجسر الجديد شامخا بلمعانه. وقد جرى التخلص من الجسر القديم بعد أن أكمل 63 عاما من الخدمة قبل أن يأخذ نظيره الجديد مكانه في مهمة الربط بين ضفتي النهر. والآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. من المتوقع اعتبارا من بكره الخميس ينحسر المنخفض الجوي العاصف ليتحول لطقس متقلب ويسيطر على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. تفاصيل كلها بعد شوي. هلا بنروح على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 18 درجه، رباط 15، الجزائر 16 درجه، بغداد 14، دمشق والقدس 9، عمان كمان 9 درجات، وبنختم مع الكويت 17، الدوحة 27، أما الرياض بتسجل 21 درجة. هلا بننتقل على لبنان. بكره طقسنا ببلش غائم جزئيا لتوصل الحرارة على الساحل لل 14 درجة أقصاها 7 أدناها، ويتحول لقليل غيوم من بعد الظهر. بالنسبة للجبل والداخل بتسجل الحرارة أقصاها 5 درجات. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 12 درجة، طرابلس 14، الأرز ناقص 3، الكورة 10 درجات، الهرمل 11، القاع 9، بعلبك 3، رياء 5 درجات. منكفي على جبال 12، ميروبا ناقص درجتين، جونيا وبعبدا 14، بيروت كمان بتسجل حرارة فيها 14 درجة. منكفي لنوصل على زحلة 5، شتورة 6، عنجر 7، مشغرة 14 درجة، جزين 14، رشية 9، مرجعيون وبنت جبال 14 درجة، وبنختم مع صيدا سور وقانا 14 درجة. مثل ما ذكرت بكرة طقسنا ببلش غائم جزئيا ليتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم. عنا تساقط أمطار متفرقة بفترة الصبح، وبتسجل الحرارة أقصاها الخميس 14 درجة، أدناها 8، بالنسبة للجمعة 15، أما نهار السبت بتسجل أقصاها 16 درجة. عنا تساقط للثلوج على علو 700 متر، ومنحذر من خطر تكون الجليد بالمناطق الجبلية. لهم بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. والآن فقرة رسوم متحررة. هي هات تشاور. شو يعني تشاور؟ هي تشاور يعني تحاور. لا لا ما بتزبط هيك، لانه بتصير يعني تحاور تشاور مثل تناور، يعني ما فينا بالفرق بالحرف. حبيبي التشاور يعني انه بيجي من جاي من تشاور، يشور وشورا، هيك قصص. يعني كلها قصص هيك، شاورني وقصص. بالضبط شاورني، يعني بس في عندك شاورني داخليه، شاورني خارجيه، يعني حسب يعني. طب والنتيجه خي؟ لا مش عم شوف نتيجه من كل التشاور. يا حبيبي نتيجه واحده ما في غيرها. ايه شو نتيجه الشاورني؟ شوشره. هلا مبدئيا مش هني بيقولوا انه بيتشاوروا مشان يلاقوا حل؟ مزبوط، عادة بيتشاوروا ليلاقوا حل. طب ليه هذا التشاور ما عنده حل؟ لا لانه هون في مشكلة كتير كبيرة. شي عادة الناس بيلتقوا ليتشاوروا. ايه مزبوط. ايه نحن عنا بيتشاوروا ليلتقوا. ومش ماشي الحال. ومش ماشي الحال. في الختام نذكر بأبرز العناوين.
العاصفة مريم بلغت ذروتها مساء وأرخت بثقلها على لبنان ساحلا وجبلا. من أسباب هذه الأزمة السياسية عدم تطبيق اتفاق الطائف. لقاء تشاوري ماروني في بكركي وتجديد على وجوب تطبيق الدستور نصا وروحا والإسراع بتشكيل الحكومة. مقتل 4 جنود أمريكيين بتفجير انتحاري لداعش في منبج، وواشنطن تتوعد وتؤكد التزامها الانسحاب من سوريا. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصائكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.